البحرين تتوج رسميا بكأس الخليج 24 لأول مرة في التاريخ. الرميحي طلق رمح يعني مسموم وفاز بالكأس. مبروك لهم وهارد لك للسعودية. مباراة جميلة جدا، مباراة كانت عنوان وملخص هذه المباراة هو الدوسري يحاول في مرمى البحرين، ولكن حارس المرمى كان هو الأسطورة اليوم. حارس البحرين اليوم هو الذي يعني أخذ البحرين على كتفيه وقال لهم هاكوا احصلوا على الكأس، وحصلوا عليه هذا الذي حصل. مبروك مبروك عليكم، تستحقون. السلام عليكم الخوت، كتعاودوني ناشطين فرحانين كلشي زين، لاحظتكم كنتمنى اللي كيشاهدنا وكيعجبو فيديوهاتنا يهبط لتحت ويتابوني وفعل الجرس. شكرا لكم كاملين. انتهى الكأس الخليج 24 بكل صراحة، انتهى وانتهى بطريقة يعني هتشكوكية، وهو ايضا كأس يعني مثير. رأينا فيه الخيال، رأينا فيه الفرق التي خرجت يعني لم تكن نتوقع انها ستخرج مثل قطر والعراق، ويعني وشاهدنا فيه المتعة، شاهدنا فيه يعني العزيمة والإطارة. ايضا اليوم المباراة التي جمعت البحرين والسعودية النهائي كان يعني اوفى بجميع العهود، يعني قدم لنا جميع العهود قدم لنا. يعني اذا راينا ربع ساعة الاولى في المباراة يعني كانت مجنونة جدا، مجنونة بكل صراحة. راينا البحرين تحاول اختراق، تحاول تعطيها لمحمد علي، ويحاول البحرين اليوم لعبت على شكل يعني لعبوا كلهم يلعبون لرأس حربة الرميحي، كلهم يلعبون له، كلهم يريدون ان يوصلوا له الكرة، عكس السعودية الذي رأينا انطلاقة الدوساري واللاعب الثاني سلمان الفرج، يعني كانوا يلعبون على هذا. يعني سلمان الفرج والدوساري هم من كانوا يعني يصنعون الخطورة، ولكن السعودية كانت تحاول يعني يلعبون يعني بطريقة جماعية، عكس يلعبون بطريقة فردية عفوا. البحرين هي التي كانت تلعب بطريقة جماعية، كلهم يلعبون للرميحي ليسجل، ولكن في الشوط الأول وبالأخص ربع ساعة التي قلت لكم رأينا كيف الدوسري يعني العارضة الأولى وضربة جزاء التي يعني صنعها الدوسري، ولكن سددها اللاعب الآخر وضربها في العارضة. لو سجل الدوسري ربما كان لو سدد الدوسري كان سيكون كلام آخر، ولكن بعد تلك يعني ضربة الجزاء التي أضاعها اللاعب السعودي رأينا كيف أن البحرين يعني فاقت، يعني استفاقت بطريقة مجنونة. بدأت هي التي تصنع الخطورة وهي التي تضيع، ولكن الشوط الأول بعد يعني ربع ساعة أو 20 دقيقة لم تكن فرص خطيرة، يعني فرص سانحة للتسجيل بكثرة، فقط يعني البحرين استفاقت، أصبحت هي أيضا تستحوذ، هي أيضا تحاول، إلى أن جاء يعني الشوط الثاني وهنا قلبت الموازين. الشوط الثاني حكاية خاصة، الشوط الثاني كلام لوحدي علي أن أقوله. رأينا أن البحرين هي من تضغط، البحرين يعني عادت بنفس. لو رأيتم البحرين في الشوط الثاني ستكذب أنهم لعبوا يعني 45 دقيقة، ستقول يعني 45 الشوط الثاني هو بداية المباراة بالنسبة للبحرين. ترى اللاعبين في قمة جاهزيتهم البدنية ويعني يحاول يلعبون كأنهم يعني المباراة عندهم يلا بدأت، فقط يلا بدأت. رأينا كيف هم الذين استحوذوا، وأصبح حارس السعودية هو الذي يشيل الحمل كامل والدفاع أيضا، وإلى أن جاء يعني دقيقة الحسم، دقيقة الخلاص، دقيقة يعني قتل السعودي الدقيقة 69، وكيف لعبت الكرة أرضية، وكيف خرج لها الرميحي، وكيف وضعها في الشباك، ويعلن الفرحة في البحرين والفرحة في أي بحريني في أي مدينة في العالم. أنا متأكد أنه في تلك اللحظة سوف يكون قفز من مكانه ويصرخ وأصيب بالجنون، جنون العظم، أصيب بالجنون. هذا هو ما حدث في تلك الدقيقة. وبكل صراحة البحرين بعد تسجيل الهدف الأول رجعت للدفاع وبدأت تستحمل في ضغط المباراة. ومن استحمل الضغط؟ الحارس. لماذا قلت لكم في الفيديو السابق بأن حارس البحرين هو الذي اليوم هو الرجل الأول الذي ساهم في تتويج البحرين بالكأس إلى جانب الربيحي، ولكن الحارس هو الأول، هو الأول، لأنه في ربما 20 دقيقة الأخيرة السعودية يعني أضاعت فرص بالهبل، ليست أضاعتهم بل الحارس من تألق، يعني يحاولون يعني الكرة فقط أصبحت من جانب واحد. السعودية التي تلعب في 20 دقيقة الأخيرة هي التي تلعب، البحرين فقط أصبحت تلعب على المرتدة ورجعت للدفاع، يعني صافي أرادت أن تؤمن الكأس، لأن في النهائي لا يهمك أن تفوز بأربعة خمسة، المهم أن تفوز بالكأس، وهذا ما حدث للبحرين. عادوا للدفاع يدافعون والحارس يتألق، ينقذ كرات هكذا. تعملق حارس البحرين اليوم، تعملق، هو النجم، هو يعني الأول من عليه يحتفوا به هو الحارس، لأن الحارس هو من ضمن لهم الفوز. نعم الرميحي أمن الفوز، يعني أتى بالفوز، ولكن الحارس هو من أمن الفوز، وبعد يعني
بعد وصول المباراة إلى الدقيقة 90 وإعلان أن البحرين فازت، فرحة 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 ما بعدها فرحة. مباراة مثيرة، رأينا فيها عارضات، رأينا فيها يعني تصديات لحراس، رأينا فيها متعة لاعبين، مراوغات من جانب اللاعبين السعوديين، وأيضا البحرين عندما يلعبون الكرة للرأس حربة الرمحي طريقة يعني باثنانهم يلعبون 4 2 3 1 4 2 3 1، ولكن يعني كيفاش لعبت ديك الخطط التكتيكيه السعوديه يلعبون يعني فرديين، يعني يريدون كل لاعب يريد منهم ان يثبت انه اليوم هو الافضل، عكس البحرين من بدايتهم هم يلعبون للاعب واحد، يلعبون جماعيا كتله كتله واحده، والكتله دائما تهزم الاسد، وهزموا اليوم بكل صراحه، اليوم هزموهم واستحقوا. يعني هذا هو الفريق الذي يلعب النهائي، النهائي يلعب هكذا كما لعبه البحرين اليوم، هذا هو المثال الذي عليك ان تلعب به النهائي، تسجل وتؤمن الفوز فقط، ليس عليك ان تسجل كثره الاهداف. نعم لو سجلت كثره الاهداف نعم لا باس بها، ولكن ان تواجه فريق مثل السعوديه ونهائي يعني لا يمكنك ان تحاول المتعه، عليك ان تاتي بالكاس فقط. انا متوتر متوتر والكلام يعني يهرب مني، ولكن احاول ان يعني أحس بهذه الفرحة التي يحسون بها البحرينيين اليوم بكل صراحة، فرحة كبيرة 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 جدا، أول كأس في هذه البطولة في التاريخ، في التاريخ بعد قرن أو نصف قرن أو ربما يعني من تنظيم يعني من بداية تنظيم هذه المسابقة، وأول مرة البحرين تفوز بها، فهذا إنجاز إنجاز، وخصنا نوقفوا نحيدوا لهم القبعة ونصفقوا لهم، يستحقون، متعونا اليوم ووقفوا الند للند مع الثعلب رونار الذي نعرف حنكته والمنتخب السعودية، ولكن كما قلت لكم الأفضل يفوز ونحن نشجع الأفضل، يعني الذي يفوز علينا أن نحييه ونقف له ونحترمه، مبروك عليكم يا بحرينيين. وكان هذا يعني تحليل يعني مختصر، لم أحاول أن أتعمق في التفاصيل، وهذا لأن الفرحة اليوم أهم من أي تحليل، الفرحة فقط، افرحوا ونتمنى نحن كمنتخب مغربي أن نفرح يوما ما، نفرح مثلكم. السلام عليكم.